ننتقل كابتن مدثر إلى المباراة الأخرى بعديها. نعم، هلال الفاشر خسر أمام حي العرب بورسودان 3-2، ودائما نتكلم عن الاستقرار الفني، عن الحالة الفنية للفرق اللي فيها استقرار فني. حي العرب بورسودان، الأهلي مروي، حي الوادي نيالة، الفرق المستقرة فنيا تقدم في مستويات كبيرة نعم، ونتائج متميزة جدا. فحي العرب مع صبري عبد الله مستقر جدا، استطاع يحقق 3 نقاط غالية بالنسبة له، بخلاف الانتصارات القاعدة اللي يقدمها حي العرب. شاهدت مبارياتهم مع الهلال والمريخ، حي العرب مميزين جدا في مسألة لعب الكرة، التمرير الأرضي، الطلوع بالكرة، فواضح أنه في بصمة ظاهرة جدا للكابتن صبري عبد الله. لكن هناك بعض الأنباء المتداولة تقول أن المدرب صبري عبد الله تقدم باستقالته، لا ندري ما الأسباب، ولكن نتمنى أن لا تكون صحيحة، لأنه يحقق في نتائج طيبة مع حي العرب منذ بداية هذا الموسم. بخلاف المستويات اللي قاعد يقدمها، بخلاف النتائج، أنا أتكلم عن القيمة الفنية في الفريق. نعم، فظاهرة في بصمة مدرب، إن شاء الله ما تكون الأخبار صحيحة، وإن نعم كان في خلاف بسيط يتم حله لمصلحة حي العرب وجماهير الكرة في بورسودان. نعم.